كم منطقة الآن ماخذ الجيش؟ مدينة الرمادي طبعا هي مدينة كبيرة. مدينة الرمادي 17 حي. نعم. كم حي يسيطر الجيش عليه وكم حي يعني تقريبا تقريبا يعني أغلب الأحياء التي هي يعني بالجهات الجنوبية وكذلك الجهات الجهة الشمالية والجهة الغربية، هذه المناطق وهذه الأحياء كلها تحت سيطرة القوات المشتركة من يعني تصريح للنائب أحمد السلماني. نعم. يقول المناطق التي لم تحرر حي المعلمين وأندلس وصوفية وجويبة والسنجارية. أكو طبعا مناطق أستاذ العزيز وهذا يعني شيء حقيقي على الأرض، مناطق يعني تمت يعني الانتهاء من تحريرها، يعني لا يوجد فيها عناصر من تنظيم داعش، يوجد فيها شوارع مفخخة وأبنية أيضا ملغمة، ولكن لحد هذه اللحظة بعض هذه الأحياء لم تدخل لها الهندسة الآلية من أجل رفع هذه الأنقاض، وهي بحكم الواقع هذه مناطق هي محررة كون تنظيم داعش الإرهابي قد خرج منها. يعني مناطق؟ يعني مناطق الأزجارية الصوفية، هاي المناطق تمام.